ننتقل مباشرة المشاهدين إلى جدة لمتابعة المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة تمام سلام. للتقدم بالشكر والتقدير باسم لبنان قيادة وشعبا للمكرمة الكبيرة الغير مسبوقة التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مؤازرة ودعم وحدة لبنان من خلال دعم الجيش اللبناني بتسليحه بقيمة 3 مليارات دولارات، وتعاملت المملكة مع لبنان كالعادة بعطاء سخي يتقدم على كل العطاءات في هذه المرحلة الصعبة، ونحن عهدنا هذه الغيرة، عهدنا هذا الدعم منذ سنوات طويلة كما قلت، ومن أبرز ما نعمنا به من دعم سعودي إلى لبنان كان ما تجلى في مؤتمر الطائف الذي أنقذ لبنان من حرب طويلة وأمن لنا دستورنا الجديد الذي اليوم بموجبه لبنان باق ومستمر، وأبناء لبنان والقوى السياسية في لبنان والطوائف اللبنانية كلها تنعم بما تنعم به من ديمقراطية ومن أداء وطني صحيح. نعم، اليوم نحن بهذه المناسبة كان لنا لقاء كبير مع خادم الحرمين الشريفين وهو على مشارف السفر من المملكة، وكانت مناسبة لنتقدم بالشكر بشكل مباشر. كذلك كان لنا لقاء مع سمو ولي العهد حيث كان التباحث وتناول المستجدات وأيضا ما يعزز التواصل في العلاقة بيننا وبين المملكة. نعم، هي لحظات، هي ساعات عزيزة علي أنا شخصيا لما لي من روابط ومن علاقة مع الأسرة الحاكمة في المملكة ومع أبناء المملكة، وهي مناسبة أيضا لنا جميعا لتعزيز العلاقة بين اللبنانيين وبين السعوديين. اللبنانيين الذين ينعمون في المملكة بخيرها وبعطائها ويشاركون بنهضاتها وبعمرانها وبتقدمها، وهم مثال يحتذى في أدائهم وفي عملهم، وأيضا بالنسبة للسعوديين الذين يؤمون لبنان ويعتبرون لبنان بلدهم الثاني ويستثمرون في لبنان أيضا ويعززون الروابط والعلاقة بيننا وبين السعودية. فمن هنا أعتبر أن هذه الزيارة واجبة وناجحة، والحمد لله سيليها مزيد من التواصل ومزيد من التعاون الذي نأمل أن يكون فيه الخير، كل الخير للبنانيين وللسعوديين ولتضامن لبناني سعودي وعربي بما يخدم كل شعوبنا وكل مجتمعاتنا. دولة الرئيس، أنا عبد الله الأسمري من التلفزيون السعودي نشرة الأخبار. تحدثتم عن مبادرات سعودية على طيلة عقود من الزمن دعما للبنان. في هذه الزيارة هل هناك مبادرة سعودية طرحت أثناء المباحثات مع سمو ولي العهد أو مع خادم الحرمين الشريفين لحل الأزمة الرئاسية اللبنانية، وما هي آفاق حل الأزمة الرئاسية بعد أن يعني عجز اللبنانيون أو النواب اللبنانيون عن إكمال النصاب في البرلمان اللبناني؟ لابد أنه تم تداول وتم طرح العديد من الهموم والشجون مع القيادة في المملكة، ومن أبرز تلك الهموم ما يواجهه لبنان اليوم
على مستوى الوضع الذي نشأ على صعيد النازحين الأخوة السوريين الذين تفاقم عددهم وأصبح يزيد عن 1,000,000 ومرشح لأن يتزايد إلى آخر العام ليصبح 2,000,000، وهذا هم كبير علينا في لبنان لا يمكن لنا وحدنا أن نواجهه إذا لم نتلقى الدعم والمؤازرة. وهنا لا شك أن القيادة السعودية وهي في مقدمة من يغار ويهتم في لبنان ستكون طبعا في مقدمة من يبادر إلى مساعدتنا في معالجة هذا الوضع وفي التصدي له من موقع طبعا أخوي عربي لبناني سعودي. أما فيما يتعلق بما سألت عنه فالاستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني وهو استحقاق نسعى إليه ونعمل من أجله ونضع كل ما عندنا من إمكانات ليتحقق في لبنان وليس في خارج لبنان. ونحن نستفيد من دعم المملكة، من تفهم المملكة، من مواكبة المملكة لنا في لبنان. وسمعنا على لسان المسؤولين في المملكة في هذا الموضوع كلام واضح وصريح يقول بأن هذا شأن لبناني عليكم أنتم أن تسعوا فيه، ولكن طبعا مع تمنيات بأن يتم هذا الاستحقاق وأن ينتخب رئيس للجمهورية وأن يكون للبنان استمرار في التوافق الذي حقق هذه الحكومة وحقق إنجازات لهذه الحكومة لينسحب أيضا على رئاسة الجمهورية ويعزز الواقع في لبنان وننهض من كبوتنا ويتحصن الوضع السياسي في لبنان. عبد الله الزبيدي من صحيفة مكة، تحدثت عن الدعم المملكة العربية السعودية لبنان بخصوص تسليح الجيش اللبناني، إلى أين وصل؟ هل تم التسليح؟ وهل يعني ساهم هذا التسليح ويعني تقوية الجيش اللبناني في استتباب الأمن في الأسابيع الماضية؟ لا شك أن هذا الموضوع له دور كبير وله وقع كبير، وهنا لابد لي أيضا من أن أحيي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الذي كان له هو السعي مع القيادة السعودية لتأمين هذا الدعم ولتأمين تعزيز الجيش إيمانا منه ومنا جميعا بأن السلطة الشرعية في لبنان ومرجعية الدولة إذا ما تعززت تعزز لبنان. وعندما يكون الجيش اللبناني الذي هو جيش كل اللبنانيين وهو مكون من كل اللبنانيين في مكان وفي قدرة مميزة وقوية لابد أن نحصن ونزود عن لبنان بشكل كما قلت شرعي بشكل وطني يخدم الجميع ويعطي نتائج طيبة. واليوم في وسط الخطة الأمنية التي حققناها في لبنان وأنجزنا الأمن في كل أنحاء لبنان كان للجيش في مقدمة القوى الأمنية كل القوى الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن عام ومن دولة وغيرها من الأجهزة كان للجيش طبعا الدور الأبرز. وصدقية وقوة الجيش مرتبطة بمناعة وتجهيز وقدرة هذا الجيش. أروق شيفاتي صحيفة الحياة. دولة الرئيس، هل هنالك مبادرة بخصوص المعتقلين السعوديين في لبنان سواء بالعفو عنهم أو بجلبهم إلى المملكة لإكمال محكوميتهم؟ طبعا لابد أن يكون هناك بين لبنان والمملكة اتفاق يرعى هذا الموضوع، والأمور تتابع في رأيي. وسعادة السفير معالي السفير العسيري فور قدومه إلى لبنان مؤخرا سمعنا أنه تابع هذا الموضوع ويلاحقه، ونحن لا نتمنى أن يكون أحد مظلوم أو يكون أحد يعني مسجون. نحن نريد الحرية ونريد المناعة للجميع، ولكن هناك قوانين، هناك نظم، هناك حقوق للناس يجب أن تصان ليس أكثر ولا أقل. دولة الرئيس، لدي سؤالان. الأول، تحدثت عن الاستقرار في لبنان
فهل لمست من القيادة السعودية تشجيعا لأبناء المملكة على قضاء موسم الصيف في لبنان؟ هذا أولا. ثانيا، الخلوة الطويلة بالليل مع الرئيس سعد الحريري، هل صحيح أنها انتهت إلى معادلة ليتفق الأقطاب المسيحيون ونحن جاهزون؟ بداية، فيما يتعلق بعودة إخواننا السعوديين أو قدوم إخواننا السعوديين إلى لبنان، نعم، هذا بدأ فور عودة سعادة السفير إلى لبنان، والكلمات الطيبة والمواقف التي اتخذها في بضعة أيام والاتصالات التي قام بها أعطت جوا من الارتياح عند الجميع. ولا بد أن إخواننا السعوديين يعني يلمسون ذلك ويتأثرون به. وبدأنا حسب ما سمعت من قنصل لبنان في جدة بالأمس، بدأت ترد له التأشيرة الطلب لزيارة لبنان بأعداد كبيرة، فإن شاء الله يكون موعد لموسم اصطياف ناجح ينعم به لبنان وينعم به زوار لبنان وفي مقدمتهم الأخوة من السعودية. أما فيما يتعلق باللقاء مع الرئيس سعد الحريري، فهذا لقاء طبيعي وهو موجود في المملكة، ونحن والرئيس الحريري من انطلاقا من حرصنا على تعزيز لبنان وتأمين مسيرة لبنان لابد أن نتواصل. وللرئيس الحريري في الفترة الماضية بدءا من تأليف الحكومة إلى كل المراحل التي مررنا بها، تحرك ومساعي متواصلة مع كل الأفرقاء في لبنان ومع كل القوى السياسية، انفتاحا ورغبة في أن تصل الأمور إلى أماكن يستفيد منها لبنان. وفي موضوع انتخابات الرئاسة، نعم، لمسنا أن الرئيس سعد الحريري جاد في السعي إلى إيجاد نتيجة ولو في بضعة أيام إذا أمكن لأن يتم هذا الاستحقاق. وصحيح أن في لبنان هناك طوائف، وصحيح أن هذا الاستحقاق يمكن أن يعني طائفة أكثر من أخرى، ولكن هو أولا وآخرا استحقاق لبناني وطني، الكل يشارك فيه والكل عليه دور أن يقوم به. ليس حكرا هذا الموضوع على طائفة دون أخرى، بل هو قضية وطنية بامتياز. وليد العمير، جريدة الرياض. سؤالي الأول عن الخوف من تدفق المتطرفين إلى لبنان، وسؤالي الثاني يتعلق بالمتطرفين من سوريا إلى لبنان. سؤالي الثاني عن موقفكم من حزب الله واستمرار القتال في سوريا. بداية، في موضوع التطرف والمتطرفين، هذا أمر في كل موقع وفي كل مكان نعاني منه، وتعاني منطقتنا ويعاني العالم. ونحن في بلد الاعتدال في المملكة نعرف المواقف الواضحة والصريحة في هذا الموضوع، وقد اطلعنا عليها منذ فترة وهي حاسمة لا تقبل الجدل. ونحن في لبنان من الطبيعي في مناخنا وفي وسط تعايشنا وشراكتنا الوطنية في لبنان لا نحتمل التطرف، لا نحتمل أي شيء حاد أو أي شيء قاس أو أي شيء يفرض بالقوة. نحن دفعنا أثمانا غالية من التطرف ومن العنف، وبالتالي نعرفه وندركه ونعرف كيف نتعامل معه. طبعا لن نسمح في لبنان للتطرف أن يكون له مكان بيننا، وهذا أمر واضح وسنسعى إليه دائما ونحرص على وضع حد له. أما بالنسبة لما سألت عنه عن موقف حزب الله ودور حزب الله في سوريا، يمكنني أن أقول لك أن حزب الله مكون سياسي في لبنان يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهو شريك معنا في حكومة المصلحة الوطنية في هذه الحكومة الائتلافية. ونحن في هذه الحكومة كان لنا موقف واضح فيما يتعلق بالأحداث في سوريا، وقلنا أننا نعتمد في بياننا الوزاري النائب النفس، وحزب الله شريك معنا في الحكومة اعتمد هذا البيان. صحيح أنه بين الموقف وبين الإعلان من جهة وبين التطبيق والإجراءات من جهة أخرى هناك فجوة، هناك مساحة،
غير مكتملة وتتطلب علاج وتتطلب ملاحقة وسعي، نجهد في ذلك مع حزب الله ومع غير حزب الله ليكون النائب النفس عمليا مكتمل على كل المستويات. هذا سيتطلب المزيد من المساعي، لن نتوقف، سنستمر فيها، نأمل أن نصل في يوم يكون التطبيق ملائم ومتكامل مع الموقف. دولة الرئيس، في حال حصول الشغور الرئاسي في لبنان يحكى عن هواجس مسيحية في هذا الإطار، هل صحيح وصلتكم هذه الهواجس؟ كيف ستدير حكومة الرئيس تمام سلام هذه المرحلة في حال حصول الفراغ؟ وهل صحيح أيضا أنكم تداولتم بالأمس في خلوة الأمس مع الرئيس سعد الحريري في هذا الموضوع؟ هذا موضوع يتم التداول فيه مع الجميع، فهو موضوع الساعة. أما بالنسبة للشغور فهناك مادة دستورية واضحة تشير إلى أنه، وهي المادة 62 من الدستور، تشير إلى أنه في حال حدث هذا الشغور تناط وكالة سلطة رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو مرجعية تنفيذية أساسية في البلد، وهو فيه كل المكونات اللبنانية طائفيا وسياسيا ومناطقيا، وبالتالي نعم هو الحاضن الأساسي للبنان واللبنانيين بعد اتفاق الطائف وفي بموجب دستورنا الجديد. فلا خوف على أن تكون الأمانة في مكان غير مناسب أو في مكان ضعيف، فهي في وسط وفي صلب عمل السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء. أما الشغور، نعم لرئاسة الجمهورية يمكن في ظل بعض المزايدات أو التجاذبات السياسية أن يتحول إلى فراغ سياسي مزعج، لكن نأمل أن لا نصل إلى ذلك، لأن هذا المنصب الذي يعود حسب العرف في لبنان وحسب التوافق وحسب ميثاقية العمل العام إلى الطائفة المارونية في مقابل رئاستين في مجلس النواب وفي رئاسة الوزارة لطائفتين هم الطائفة الشيعية والطائفة السنية، نعم أن يكون أحد تلك المراكز شاغر أو غير موجود لابد أن يشكل نوع من الضعف على وضعنا الميثاقي، ولكن هذا لا يعني أننا لن نصل إلى نتيجة طيبة إن شاء الله قبل 25 الشهر، وإذا ما وصل 25 ولم نصل إلى تلك النتيجة سنتابع ولن نتخلى عن هذا الاستحقاق. دولة الرئيس، عبد الله الغامدي، قناة الإخبارية السعودية. في ظل كما تحدثتم عن وجود بعض الفراغ السياسي الذي يلحظه الجميع في دولة لبنان، وأيضا زيادة الهجرة من سوريا للاجئين إلى دولة لبنان، وحصول بعض الاضطرابات الأمنية في لبنان لا شك أنها أثرت على الوضع الاقتصادي في لبنان، مما أدى إلى هجرة بعض رؤوس الأموال إلى خارج لبنان، ما هي الإجراءات التي تقومون بها في سبيل عودة الاقتصاد اللبناني إلى وضعه السابق وكذلك إعادة رؤوس الأموال المهاجرة إلى الخارج؟ لابد أن أقول أنه بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان وبدأت المعالجة الجدية عن طريق التوافق السياسي الذي توصل إلى تأليف الحكومة الائتلافية حكومة المصلحة الوطنية، يمكن أن أقول أنه بناء على آخر إصدار تم لسندات الخزينة تبين أن الطلب فاق كثيرا المطلوب، فهذا يؤكد على أن الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالمالية في لبنان ما زال قويا، وعندما يكون معنا في هذا الموضوع إرادة لبنانية متمثلة عند كل القوى السياسية لتحصين البلد، وعندما يكون عندنا فرصة لدعم ومؤازرة من أشقاء كرام مثل المملكة العربية السعودية لا نخاف على وضعنا، وسيقوى الاستثمار وسيعود المستثمرين إلى لبنان، وإن شاء الله يكون في ذلك خير للجميع. عمر مطيري من صحيفة اليوم.
ما يتعلق بالمشكلة السورية تأثيرها على لبنان وما يحدث من انقسام بين اللبنانيين وحزب الله، يعني قسم يدعم وقسم ما زال يعني متوقف يدعم أقصد النظام السوري، كيف تقيسون هذه الآثار في المستقبل في ظل تغير الحكومة السورية أو في بقائها؟ ما لا يحدث في سوريا لا لنا نحن سيطر عليه أو يعني تأثير فيه، ولكن نعم نحن نتأثر، والكل يعلم أن في لبنان هناك تباينات، هناك تنوعات سياسية في قراءتي ومتابعتي الأحداث في سوريا وفي غيرها، وبالتالي نتفاعل معها ونحاول أن نقلل من ضررها علينا في لبنان ونخفف من وطأتها ومن سلبياتها إذا كانت هناك سلبيات، ومن هنا السعي الدؤوب لتمتين التوافق الداخلي في لبنان لنتمكن من تجاوز تحديات وصعاب تفرض علينا أو تقع بيننا من جراء أحداث هنا وهناك. ولا يمكن لأحد أن ينكر أن الوضع في سوريا وضع مأساوي، وضع غير مريح، وآثار هذا الوضع ربما لبنان أكثر بلد تأثر بها. وقبل قليل كنت أشرح كيف أن موضوع النازحين يتفاقم، وهذا وحده إلى يتفوق في رأيي على كل الاستحقاقات السياسية الأخرى، لأنه موضوع ذو بعد إنساني، ذو بعد اجتماعي، ذو بعد ديمغرافي تكويني، له تأثير بعيد المدى. نأمل أن نتمكن بمساعدة الجميع من التصدي له ومن معالجته متجاوزين ربما الغوص في المواضيع السياسية التي لسنا نحن الذي نقرر التوجهاتها أو نتائجها، ونعرف أن دول المنطقة اليوم عاجزة عن إيقاف ما يجري بسوريا، والحاجة إلى هذا الأمر ملح عند الجميع، لأن الجرح الذي ينزف لابد أن يسيل منه دم، ولابد أن يصل إلى الكثيرين هنا وهناك، وإيقاف ويعني مداواة هذا الجرح أمر مطلوب، نتمنى أن يحدث في وقت ما في لحظة ما لتتوقف هذه الحالة المأساوية وتتوقف آثارها السلبية على الجميع. دولة الرئيس، أحمد الجهني، صحيفة المدينة. دولة الرئيس، عانى لبنان كثير من التدخلات الإقليمية في شأنه الداخلي، ما هو السياسة تنتهجوها ضد التدخل الخارجي الإقليمي وبالذات الإيراني؟ هذا السؤال أول. ثانيا، إذا حصل لا سمح الله الفراق الرئاسي، إلى أين اتجه اللبنانيون؟ بالنسبة إلى التدخلات الخارجية في لبنان، هي ليست بجديدة، ولكن نحن نتمنى أن تكون هذه التدخلات بناءة وإيجابية، ونحن لنا علاقة مع إيران كما مع كل دولة، علاقة احترام وعلاقة فيها فائدة للبلدين، إذا ما تحولت إلى شيء آخر لا يمكن أن يستفيد لا لبنان ولا إيران، فبالتالي سنستمر في السعي إلى توظيف أي علاقة مع أي دولة خارجية بما يساعدنا بما يدعم وضعنا، ليس العكس بتاتا. أما فيما يتعلق بوضعنا داخل لبنان وكيف سنعالج تداعيات ما يحدث هنا وهناك، نعم سنستمر في السعي إلى تحصين الوطن من خلال تحصين قواه السياسية. فيما يعود إلى الاستحقاق الرئاسي، الفراغ أو الشغور سيكون كما قلت له تداعيات غير مريحة، ولكن هو ليس آخر الدنيا، يعني هو ربما جزء من الحراك والنشاط السياسي في لبنان الذي يأخذ أشكالا مختلفة في مراحل مختلفة. توقف في لبنان تشكيل الحكومة 11 شهرا، ومن ثم تشكلت الحكومة ونهض البلد، واليوم وحتى لو تأخر هذا الاستحقاق لابد أن يستحق ولابد أن يعطي بالنتيجة نتائج طيبة.
دولة الرئيس، أنا بدي موضوع الاستحياء الرئاسي، هل صحيح أنه صاحب الغبطة البطريرك الراعي بحث معك بالأمس موضوع التمديد لرئيس الجمهورية كي لا نصل إلى الفراغ؟ وهل لقيت تجاوب بهالموضوع مع الرئيس سعد الحريري ومع المسؤولين بالمملكة، خصوصا أنه سعادة السفير كان له لقاء مطول مع غبطة البطريرك؟ لقائي مع غبطة البطريرك بشارة راعي بالأمس كان بناء على رغبة منه في التواصل، وكانت لزيارته في السراي الكبير مكانة وأثر كبير عندي لما لي معه من علاقة شخصية قديمة، ولما يمثله غبطة البطريرك من مرجعية وطنية بامتياز ليست حكرا على طائفة، رغم أنه هو الرئيس الروحي للطائفة المارونية في لبنان، ولكن أنا أعتبر أن البطريرك والبطريركية مرجع وطني كبير لجميع اللبنانيين. نعم، من هنا لابد أن البحث مع غبطته كان على هذا المستوى، لم يكن في تفاصيل وصغائر الأمور، بل كان فيما يخدم وحدة الصف وتحقيق هذا الاستحقاق الرئاسي. وما سمعت من غبطته إلا كلام يؤكد على السعي المتواصل من قبله لرأب الصدع ولم الشمل على مستوى القيادات المسيحية بداية المعنية بالاستحقاق، ومن ثم في التواصل مع كل القيادات اللبنانية. هو هذا المسعى يقوم به ويسعى إليه، لأنه يدرك أن وزن البطريركية ومكانة هذه المرجعية كبيرة عند كل اللبنانيين، وهو لن يوفر مناسبة ولن يوفر موقف معي أو مع غيري لتعزيز فرص حصول الاستحقاق الرئاسي. دولة الرئيس، خالد طشكندي من صحيفة عكاظ السعودية. سيدي، أنتم دعوتم المصطفين الخليجيين والسعوديين تحديدا إلى زيارة لبنان في مع دخول مرحلة الصيف، فصل الصيف. ما هي الضمانات التي تقدمونها في ظل الوضع الأمني الصعب في المنطقة، تحديدا الحدود مع سوريا وتفاقم مشكلة النازحين وعدم وصول إلى الاستحقاق الرئاسي؟ ما هي الضمانات التي تقدمونها مع دعوتكم لآلاء المصطفين وتكرارها في أكثر من مناسبة؟ شكرا. الضمانات هي ببساطة الأداء الذي تقوم به الحكومة حاليا في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، هذا الأداء الذي أرخى وحقق في لبنان جو من الراحة ومن الاستقرار. وسمعنا كلام على لسان سعادة السفير السعودي يشير إلى ذلك ويشير إلى هذا الاستقرار. نحن نبني على هذا الكلام، قمنا ما علينا أن نقوم به، ولكن في الحقيقة أنا في رأيي أن هذا الأمر، أي أمر الأمن والأمان في لبنان، لا يختلف اليوم عن الأمن والأمان في أماكن أخرى كثيرة في العالم. وبالتالي نعم، هناك دائما مخاطر في كل مكان وفي كل بلد، ولكن يمكن أن أقول أنه في لبنان إلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة، لم نسمع بأي تعد أو أي تطاول على أخ عربي في لبنان وخصوصا من دول الخليج. واليوم الكثيرين منهم يأتون ويخرجون ويسرحون ويمرحون ويسعدون ويمضون الأوقات الطيبة في لبنان، ولم يعترضهم أحد ولم يقترب منهم أحد إلا لحسن الضيافة وإلا لحسن التعامل. نأمل أن يستمر هذا الوضع، وكل الذين يسافرون على لبنان اليوم يلمسون هذا الواقع. السؤال الأخير، محمد الزايد مسعود روكسيو يرى أن هناك بوادر أزمات وليست أزمة واحدة تعترض مسار السلم والأمن في لبنان. دولة الرئيس، هل بالإمكان إطلاعنا على الخطوط العريضة أو أبرز الخطوط العريضة في خطتكم والأجندة التي ستتيجونها في رئاسة الحكومة هذا الوقت؟ أو أبرز الخطوط أطلقناها يوم أعلننا بياننا الوزاري
في بداية أيام الحكومة، والحمد لله تمكنا من تحقيق أهمها وأبرزها وهو الأمن، الذي لم يكن أحد يتوقع أن يتم تحقيقه بالشكل الذي تحقق به، خصوصا إذا ما عدنا بضعة أشهر، يعني 3 أشهر إلى الوراء، ونتذكر كيف كان الوضع الأمن في لبنان. هذا من جهة. من جهة ثانية، نعم، إعادة تنشيط وتفعيل الدولة وإداراتها لملاقاة وحل كل المشاكل في البلد، هذا أمر كبير وفي رأيي مهم جدا. يبقى علينا نعم أمور أخرى نسعى إلى حلها، تسمعون لابد في لبنان اليوم أمامنا تحدي اقتصادي اجتماعي هو ما يتعلق بسلسلة الرتبة والرواتب مثلا، فهذا يتم البحث فيه والتعامل معه في ظل السلطة التشريعية، ونأمل أن نصل إلى حل فيه. يبقى الموضوع الذي يعني يشغل بالنا جميعا هو موضوع كما قلت تفاقم عدد النازحين، سنسعى بشكل دؤوب إلى معالجته وإلى إيجاد الحلول له. أيضا اليوم أبرز موضوع هو موضوع الاستحقاق الرئاسي، سنسعى فيه وسنتواصل فيه، ونأمل في الأيام المقبلة أن نجد انفراجا معينا أو حلا معينا يعطينا كلنا أمل جديد ومناعة جديدة وقوة جديدة. إذن مشاهدينا، استمعنا إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة تمام سلام، الذي شكر بداية المملكة العربية السعودية باسم لبنان على المكرمة غير المسبوقة التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين من خلال دعم الجيش اللبناني ب$3 مليار. أما بالنسبة للموضوع الرئاسي اللبناني، قال رئيس الحكومة أن هذا الموضوع هو استحقاق لبناني داخلي، ونحن نستفيد من دعم المملكة العربية السعودية في هذا الإطار بأن يتم إنجاز الاستحقاق الداخلي، معبرا عن أمله في عدم حصول أي شهور رئاسي أو سياسي في لبنان من جراء عدم نجاح الاستحقاق الرئاسي. رئيس الحكومة أكد على نجاح الجيش اللبناني بتأمين الاستقرار في لبنان، وهذا تجلى من خلال عودة السفير السعودي إلى لبنان. أما فيما يتعلق بمشاركة حزب الله في الحرب في سوريا، كان الموقف الحكومي واضح من خلال النأي بالنفس، وحزب الله مشارك في الحكومة، وما حصل في الواقع على الأرض هو فجوة غير مكتملة وتتطلب علاج. تفاصيل إضافية مشاهدينا في نشرتنا المسائية، إلى اللقاء.